رزقت الناس تنظر في جمالك وتفاءل المكروب قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. يا بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الذي يتخذ قرار التوبة فإنه سيتخذ أسعد قرار له في عمره كله، ولن يفرح قلبك يوم القيامة بقرار أسعد لك من قرار التوبة. وأما إذا وصلت إلى اللحظة التي ترى فيها ربك يوم القيامة فإنك ستنسى كل لذة تركتها لله وكل معصية صبرت عنها لله، فيكشف الله لك عن الحجاب ويكلمك مباشرة فترى ما لا عين رأت وتسمع ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عندها ستفرح كثيرا أنك قررت التوبة في تلك اللحظة. ولكن أتدري ما هو العجيب؟ العجيب أنك لست وحدك الذي يفرح بهذه التوبة. أتدري من هو الذي يفرح فرحة أعظم بكثير من فرحتك؟ بل فرحتك لا تساوي شيئا أمام فرحته. تدري من هو؟ إنه الله تعالى. أي والله، إنه يفرح بك إذا تبت إليه فرحة لا توصف. هذه الفرحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أشد من فرحة الذي كان يمشي في وسط الصحراء وعنده دابته التي عليها طعامه وشرابه فأضاعها، فيأس من الحياة ونام تحت ظل شجرة ينتظر الموت. فلما استيقظ وجد دابته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فأمسكها وفرح فرحا شديدا وأصبح يخطئ بالكلام من شدة الفرح. فبدلا من أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. أرأيتم فرحة هذا العبد بأنه نجا من الموت؟ ربنا سبحانه يفرح بك إذا تبت إليه أكثر من فرحة هذا العبد بالنجاة. أخي الكريم، أختي الكريمة، أنا بنفسي رأيت مثل هذه الفرحة بعيني. هذه رأيت فرحة الذين أتعبهم الجوع والمرض فجاءتهم الإغاثة ونجوا من هذا البلاء. أذكر في إحدى رحلاتنا الإغاثية إلى دولة من دول أفريقيا ذهبنا لإغاثة قرية من القرى النائية الفقيرة، حتى أن بعضهم يموت بسبب أنهم بعيدون عن المستشفيات فلا يدركون المريض إلا وهو قد مات، ويحتاج الوصول إليهم أن نعبر بحيرات وممرات مائية وسط الغابة. فأخذنا مساعدات غذائية وملابس وذهبنا إليهم، فلا تتصورون فرحتهم. لقد علموا بقدومنا إليهم فصاروا ينشدون أهازيجهم، وأيضا أطفالهم يرقصون فرحا بقدومنا إليهم. بل حتى عندما ودعناهم من فرحتهم بنا وقفوا على حافة البحيرة وصاروا يشيرون بأيديهم حتى غبنا عن أبصارهم وغابوا عن أبصارنا. وبعض القرى في إفريقيا يعيش أهلها في وسط الماء ولكنه غير صالح للشرب، والجوع والحاجة وصلت عندهم ما وصلت وحالتهم صعبة. فإذا جئنا إليهم بالمساعدات الإغاثية لإنقاذهم فإنك ترى هذه الفرحة في أعينهم. قرية أخرى من القرى المتضررة ذهبنا إليها برا وكان فيها عدد أكبر،
يستقبلون المساعدات كما يستقبل العطشان الماء. حتى أطفالهم يفرحون بأقل القليل. كل هذه الفرحة لا تساوي شيئاً أمام فرحة الملك جل جلاله بعودة عبده العاصي إليه. أخي الكريم، أختي الكريمة، ليس مستغرباً بأن يفرح الخادم أو العبد بالملك إذا عاد إلى محبته بعد طول انقطاع، فهذا هو المعتاد، أن العبيد يفرحون بإحسان الملوك إليهم. لكن العجب أن يفرح الملك فرحاً شديداً إذا عاد إليه العبد. وسبحان الله، كيف أن فرح الله بتوبة العبد أكثر من فرحة العبد نفسه بتوبته إلى الله، مع أنه هو المحتاج والله هو الغني. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومع ذلك فإنه يفرح بعودة عبده إليه. قد يقول قائل، لماذا يفرح الله بكل هذه الفرحة إذا تبت إليه؟ يعني لماذا؟ الجواب، لأنه يحبك. والله لولا أنه يحبك فلماذا يفرح سبحانه؟ هل تفرح أنت بأحبابك أم بأعدائك؟ بأحبابك طبعا. طيب، إنه سبحانه يفرح بعودة أحبابه إليه. أنت لو وجدت طفلا تائها فأخذته وربيته من صغره وعلمته واعتنيت به رعاية كاملة، فلما كبر وبلغ تركك وترك توجيهاتك ونصائحك التي كنت تقولها له، وأنت تعلم أن هذه النصائح فيها نجاته، ولكنه أصر، بل وذهب إلى عدوك الذي تكرهه فصاحبه واستمع إلى إغوائه فترة من الزمن، ثم فجأة كأنه عاد إلى رشده واستيقظ من غفلته، فجاءك نادما معتذرا راغبا في قربك طارقا لبابك متواضعا لك، أصبح لا يريد إلا رضاك، وربما بكى وهو لا يزال يطرق بابك ويطلب منك أن تسامحه. بالله عليك، ألا تفرح به مع عظيم حبك له؟ طيب، ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه هو الذي ربانا بنعمه وأحسن إلينا، ولكن لضعفنا وغفلتنا تركنا طاعته واستمعنا لكلام عدوه الذي طرده من الجنة لأجلنا نحن، لأنه لم يسجد لأبينا. والغريب أن العبد يترك طاعة حبيبه ويصاحب عدوه، فإذا قررنا العودة إليه سبحانه فإنه سيفرح بذلك. وما ذلك إلا لكرمه، فهو فعلا الودود الذي لا منتهى لمودته، الرحيم الذي ليس كمثل رحمته رحمة. واعلم أن فرحة المعطي في الغالب أعظم من فرحة الآخذ، وأنت إذا عدت إلى ربك وتبت إليه فإنه سيعطيك عطايا كثيرة لا منتهى لها، وهو سبحانه يحب العطاء حبا عظيما، يحب أن يعطي عباده ويفرح بذلك. لهذا فإنه يفرح إذا تبت إليه، لأنه يعلم سبحانه أنه سيعطيك بعدها. قال أهل العلم، محبة الله للجود والكرم والعطاء فوق ما يخطر ببال الخلق، ولهذا فإن فرحه سبحانه بالعطية أشد من فرح الآخذ الذي يأخذ هذه العطية. والله في الحقيقة أنا لا أعرف أحدا يفرح كل هذا الفرح بي إذا رجعت إليه إلا الله سبحانه. إنه أشد من فرحة الذين نجوا من المجاعات والهلاك، أشد من فرحتهم بطعامهم وشرابهم لما وصل إليهم. والله لا أمهاتنا ولا آباؤنا ولا أبناؤنا يفرحون كل هذا الفرح إذا رجعنا إليهم. بالله عليك، أليس من المفروض الآن أن نحب الله أكثر؟ كيف لا تتعلق القلوب بهذا الإله العظيم الحليم الذي ليس لنا معبود سواه؟ والله إنا لنستحي منك يا إلهنا، والله نستحي. ما هذا الكرم؟ ما هذا التودد وحسن التعامل منك لعبادك؟ ماذا نريد أكثر من هذا؟ إن أول نعمة نزلت علينا عند التوبة أننا وصلنا إلى لحظة التوبة. كامل ممكن ألا نصل؟ تخيل لو أن الواحد منا مات قبل أن يصل إليها، كيف سيكون حاله؟ هذه أول نعمة. أما أعظم نعمة نزلت علينا عند التوبة فهي أن الله تعالى قبل منا هذه التوبة وفرح بنا عند هذه التوبة. ولكن هل تظن أن هذه هي الفرحة الوحيدة في الموضوع؟ لا، بعد أن يفرح سبحانه بك فإنه سيخلق فرحة لك في قلبك، فكما أن الفرحة بك بدأت في السماء فإنه سيصل أثرها إليك في الأرض. سبحان الله، يجد التائب في قلبه راحة وانشراح وطمأنينة يعرفها من ذاقها. وإذا أردت أن ترى ذلك فتأمل كيف أن بعض الناس ربما يسهر في ليالي ماجنة يرقص ويسكر، ولكنه يحس في اليوم التالي بضيق في صدره وهم، مع أنه البارحة كان يضحك طوال الليل.
وتأمل كيف أن الإنسان في صلاة التراويح والقيام يخشع وربما تدمع عينه في الصلاة وفي الدعاء، ولكنه يحس بعدها براحة وسكينة وانشراح صدر مع أنه كان يبكي. طيب كيف هذا يضحك ويحزن وهذا يبكي ويفرح؟ إنها أسرار الله تعالى التي جعلها في القرب منه سبحانه. فمن اقترب من الله كشف الله له من هذه الأسرار بقدر اقترابه من ربه، فيظهر له نعيم الجنة المعجل، لأن جنة الآخرة توجد قبلها جنة أخرى يدخلها الإنسان في الدنيا، في الدنيا، وهي جنة السعادة بالقرب من الله تعالى. هذه الجنة موجودة الآن ولكن في صدور التائبين العابدين. يقول العلماء: من لم يجد هذه السعادة في العبادة الآن فليراجع عبادته ولينظر أين القصور. يقول: لأن الرب شكور، لا بد أن يجازي عبده بلذة أعماله في الدنيا قبل الآخرة. أنا اليوم ليس لدي هدف سوى أن يفرح الله تعالى بنا الليلة، بس لا أريد أكثر من هذا. أريد ألا تنقضي هذه الليلة إلا وقد استشعرت أن الله تعالى الآن يفرح بتوبتك، وهذا هو ظنك به سبحانه. وأبشر، فهو عند ظن عبده به إذا كنت كذلك تستشعر فرحته بك سبحانه، فسوف تشتاق إلى النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة، أجمل نظرة في حياتك، كما قال صلى الله عليه وسلم في دعائه عندما دعا، كان يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. أي والله، ما أحلى قربك يا إلهي، وما ألذ عبادتك. هنيئا للتائبين شعورهم بأن الله تعالى الآن يفرح بهم. هذا الإحساس إخواني أخواتي بحد ذاته، هذا الإحساس مريح، يشرح الصدر ويريح القلب، فهل سيكون لك منه نصيب؟ أسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يسعد قلوبنا وأن يجعلنا ممن ينظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة جميعا. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله، يا رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك، وإدفاء للمكروب قرر يتوب ويترقب ثوابك، تدخله في ظل عرشك المجيد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.